جاي لك النهارده حبيب قلب اخوك وشد الحزام اخوك ابو عادل ضرب نار. لازم تعمل لايك واشتراك لو انت اول مره تشوفنا، لان احنا بنطلع حاجات بسيطه بس ونوصل ل 425,000 اخواتي الحلوين. مبو اللي انا بحبه، عايز اقول لك ان المفاجاه اقتربت وبدات تقترب. مفاجاه يا ابو عادل، سيبها بس الوقت كده. بس اهم حاجه عايزين نوصل فيديو النهارده يا جدعان ل 10,000 لايك. يعني لو انت لسه مش عامل لايك انزل واعمل لايك لاجل اخوك الليمبي، اخوك ابو عادل. ويلا بينا نخش على طول على فيفا ليست جو. ومن الاخر اخوك ابو عادل بيقدم محتوى فاخر، ومعانا دلوقتي يا جدعان 316 مليون. شو روح نسوي بيهم؟ هقول لك دلوقتي شو روح نسوي بيهم. تمام، التشكيله بتاعتنا يا جدعان زي ما احنا عارفين ان احنا محتاجين حارس مرمى يكون طويل، وفي نفس الوقت ايدرسون لو غيرناه، ايدرسون لو غيرناه هنخسر 30 نقطه رانك، ودي حاجه كبيره قوي مخليه اصلا مخليه الرانك مخليه الطاقات بتاع ايدرسون يعني حرفيا خرافي، والله العظيم خرافي. الفرق بس ان هو الطول بتاعه قصير 188 سنتي، والله العظيم. تخيل كده يا صاحبي نجيب فاندر ثور. فاندر ثور احنا محتاجين دلوقتي يا جدعان نغير امبابي، محتاجين نغير جارسينهو. تمام، امبابي هنغيره مثلا، تعال اما نشوف كده، عايزين حد من اللعيبه يا جدعان ال 97 بحيث انهم يوصلوا معانا ل 101. تمام، ما نحتاجش ان احنا نشتري لعيبه تاني مستقبليا، فاهم انت؟ معانا مثلا جينيولا. اوه جينيولا، الله تعالى جينيولا. من قوه النت اللعيبه نازله لي ببلاش، تخيل والله العظيم تخيل فخامه. الله يا ريتني ما غيرت النت. ما علينا يا جدعان، ما علينا، عادي. احنا نغير راينا من جينيولا، نغير راينا، هو يعني نغير راينا، نخلي بس شويه دلوقتي. المهم، وهنا والله العظيم ما في احلى من كده، والله ما في احلى من كده. تمام، 200 مليون 201 مليون بيتباع سعره القليل بكام؟ 197. اقسم بالله ما في جمال احلى من كده. نشوف الاول يا جدعان الواد بيلي. يا نهار ابيض يا بيلي، ماشي. يا نهار ابيض يا بيلي، ماشي يا جدعان، ماشي عادي. نسيبه دلوقتي، احنا دلوقتي علمنا عليه. تمام، هنشوف بس ارخص واحد ونجيب محمد صلاح ار دبليو. فيهاش كلام وربي ما فيها كلام، 181 مليون. ننزل كده على نشوف جارزينو هيتباع فين. جارزينو بس كده عايز اقول لكم جارزينو فاجر قوي والله العظيم، 140 مليون. طب ما اقول لكم على حاجه، ممكن نجيب جارزينو ال 200 ال 101 بس. انتوا شايفين ايه؟ انا محتار والله العظيم، محتار يا جدعان. جارزينو 101 ولا حمص؟ انا بقول بصراحه جارزينو 101 متطور، لان ده يا جدعان هتفرق جامد لما اجي ابيع اللاعب. لما اجي ابيع اللاعب السعر يعني فاهم انت، الاصفر هيفرق جامد. علم على جارزينو. تمام، معانا دلوقتي في الاختيارين ميتيوس، محمد صلاح. محمد صلاح الاخير بكام؟ 248. ماشي سيبها دلوقتي. هاللون ده، هاللون ده 224. النسخة اللي معايا كام بتتباع؟ احنا عايزين نطور يا جدعان التشكيلة كلها، مش بتتباع، اللعبة كلها ما بقتش بتتباع يا جدعان. يا نهار ابيض، 130 نسخة معروضين للبيع. ما علينا ما علينا. استشكوف، تعال يا استشكوف. لا 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 لا. شنو هاد؟ شنو هاد والله؟ شنو هاد حبيب القلب؟ حبيب القلب استشكوف. يعني ما اعتقد ما فيهاش كلام، يعني اللي انا شايفه انها ما فيهاش كلام. النسخة الصفراء ب 200 مليون. النسخة الحمراء ب 160 مليون. طب ما اقول لكم على حاجة حلوة. تمام، علم على استشكوف. تمام، ثانية كده، ماشي، علم على استشكوف. ونيجي مثلا يا جدعان نيجي عند الواد امبابي. امبابي بيتباع؟ امبابي يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا جدعان، 220 مليون فرق والله العظيم. يعني احنا يعتبر هنغير اوفر، هنكسب اتنين اوفر ببلاش، لان الاتنين يا جدعان بنفس السعر. فانا بصراحه اول اختيار لينا نبدا بيه وهو استشكوف. نشوف الاول التقاب بتاعته 99 96 92 مراوغه. تمام، 4 5. طب حلو قوي، حلو قوي. نشوف لنا بقى كده يا جدعان مبابي. طبعا انا محتاج رايك في الكومنتات، لان انتوا يا جدعان والله العظيم انا ساعات بتغابى في حاجات كتير قوي، ولما بشوف الكومنتات بعرف ان انتوا كنتوا صح، انما انا كنت بتغابى. القدم ماشي 5-4 يا جدعان، يعتبر امبابي هما الاثنين نفس بعض، بس الفرق القدم المفضله يعني مختلف.
بس دي مش هتفرق كتير قوي يعني، انا شايف انها مش هتفرق كتير لان احنا كده كده يا جدعان هندربه، تمام كده كده هندربه، فمش عارف مش عارف بصراحه. بس حتى حركات المارين 4 ونفس البتاع عادي 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 يا جدعان، انا شايف انه عادي، انا شايف انه عادي. 216 يلا يا جدعان، 217 مليون ان شاء الله ما حد حوش، والله العظيم ان شاء الله ما حد حوش. هات لي بقى بص يعني هات لي عمرو دياب يلا بينا. 217 مليون بقى معانا دلوقتي يا جدعان، بقى معانا دلوقتي 100 مليون. هل نقدر نعمل حاجة بال 100 مليون ده؟ هذا ما سنشاهده الآن، لأن في باكة يا جدعان ب 5000 نزلت. ثانية قبل ما نشوف الباكة دي، في باكة تحت بتاعت رمضان ب 1000 فيفا بوكس، خلصانة؟ نفتح الباكة أم 5000 يلا بينا يا جدعان. 5000 جوارة بإذن الله بحظ اللايكات، حظ اللايكات على ما اللاعب يتجاب. ودي ووك أوت توتي ودلعنا برتغال كريستيانو رافائيل، رافائيل ياو كريستيانو يا جدعان. نفسي اكسب كريستيانو، والله العظيم نفسي اكسب كريستيانو. راح فين؟ راح فين رافائيل ياو؟ تعال رافائيل ياو تعال، والله يا عم لابيعك يا عم، والله لابيعك. تعال انتوا اللاعب، تعالوا يا جدعان بصوا بص بقى على اللاعب ال 96 سي ام ده، يكشي يكون ربنا نفخ في صورته. 96 لا ما تقولش ما تقولش الجبهه يا جدعان. سوس نشوف ده تطويره، لو جبنا ده هنطوره 74 تمام، 74 واحدة 82 مش كأنه مش بيتباع، واحدة مش كأنه مش بيتباع يا جدعان، المشكلة انه مش بيتباع. تعال لا ماشي، نسيت والله العظيم ان انا عرض لاعب تاني، نسيت انا اعلى سعر يا جدعان. اللاعب اتباع يا جدعان، الو الو اللاعب اتباع، النسخة الوحيدة اتباعت، والله اعتقد عشان كان معروض ب 235 فكان السعر اتعمل له ريفريش فالنسخة دلوقتي مش ظاهرة، اعتقد هذا اعتقد وان شاء الله استشكوف هيجي، ان شاء الله استشكوف هيجي. طبعا انا مش عارف اللي انا هعمله ده، ان انا ابدل امبابي باستشكوف، هل ده غلط ولا صح؟ بس يعني فاهم انت، ان شاء الله يكون صح يا جدعان، ان شاء الله باذن الله يعني يكون صح. المهم نرجع بقى ايه على السي بي بتاعنا، احنا معانا السي بي الواد روبن، خلصنا روبن ايه 96، احنا بنتعامل دلوقتي على روبن بانه 96، عايزين لاعب دلوقتي سي بي يكون 97، معانا الواد ليسيو تمام؟ 200 لا انا بقول ان سيب السي بي دلوقتي شويه عادي جدا، مش مش زعلانين من حاجه، عادي جدا اخواتنا حبايبنا قلوب قلوب قلوب. يلا بينا يا معانا 12 باكا، 12 يعني 12 توكن يعني ووك اوت. مين انجلترا؟ بتفائلش بانجلترا. ار بي السيتي لا، نيوكاسل 85 حلو قوي حلو قوي قوي قوي. 96 كان في ناس كتير بتقول ابو عادل اعمل مقايض 96، ابو عادل اعمل مقايض 96 ليه يا اخويا؟ اروح اصرف عليها 100 مليون عشان اكسب لاعب، اكسب الواد روبن ب 50 مليون فاهم انت؟ بقى بتاجر في الخساره كده يا صاحبي والله. 89 توالت توالت، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله يا سلام يا سلام كمان مره. ودع حبيب قلب اخوك باذن الله لاعب 97 نطوره بنسخ ماسكرانو يعمل قلبان باذن الله. توتي فرنسي امبابي لا البي سيو اذا تي ماني على السيو، حلو سيو حلو سيو مش وحش. لا احنا كده بقى ايه كده قلات الادب، والله احنا كده قلات الادب فعلا. احنا ممكن ناخد لود ليفاندوكسا وناخد كيم من جي تمام، وناخد ناخد 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 ها روح يا نكاتا روح روح يا نكاتا، كده كده مش هنحتاجك في اي حاجة بس روح. يلا يا جدعان استنى على الشاي بالله، استنى على الشاي بالله. لا يا جدعان ايه ده يا جدعان؟ بالله عليكم دي باكة يا جدعان، يعني دي باكة يا جدعان. نشوف هنا يا سون يا صاحبي يا رجالة يا رجالة، عايزين لعيبة عايزين لعيبة
الملعب ما بقاش فيه لعيب، عايزين لعيبه توتي بقى برضو. ماشي تمانية وتمانين، تمانية وتمانين، سبعة وتمانين، بيبدأوا لنا بالترتيب، سبعة وتمانين، تمانية وتمانين، تمانية وتمانين، ماشي. هنا الواد، أيوة هنا تشاوميني، خدوا نسخة من مذكور. لأ محرز ودي واد، أحلى حاجة يا جدعان في الباكة دي إنها بتعوض نفسها، يعني اللي أنت بتكسبه بترجعه تاني، والله العظيم. واد حبيب قلب أخوك، واد برضو عايزين يا جدعان، بقول لكم يا جدعان الحظ ده، والله العظيم الحظ ده باين بقى من إيه بقى؟ حظ ده باين من ايه؟ ان انت مش عامل لايك يا حبيب قلب اخوك، والله العظيم شكلها كده. طب بقول لك على حاجه، تحدي بيني وبينك بحظ اللايكات، انزل وتاكد انك عامل لايك، عايزين نوصل فيديو النهارده ل 10,000 لايك يا جدعان، والباكه دي بحظ اللايكات، ليك فتره سماح 5 ثواني تنزل تعمل لايك وترجع تاني، خلصنا هنحط اللعيبه ونظبطه. ماشي، يعني انا شايفك انت لسه بتشاور، انت لسه ما خرجتش تعمل لايك، بس يا عم خلصان اللي انت شايفه غلط اعمله. طب والله العظيم لحط 4 نسخ من دودي. طهقني دودك ده، يلا يا جدعان بحظ اللايكات. بص بقى على الحظ بقى، بص بقى على الحظ لما انت تعمل لايك. اتفرج يا عم، اتفرج يا عم، اتفرج اتفرج اتفرج. دي ماركم بس لعب توتي، بس لعب توتي تمام، كسبنا لعب توتي اهوت عشان بس انت عملت لايك. تخيل بقى انت عامل لايك اصلا من البدايه، يعني احنا كان زماننا دلوقتي يا جدعان احنا بنتكلم دلوقتي في ارقام بسم الله ما شاء الله، يعني والله العظيم. وانت يا عم، يا عم انا رحت فتحت الباكجات كلها وانت لسه ما جيتش يا عم، يا عم يا عم ما تغلبناش بقى استشكوف بقى، ينفع؟ طيب الواد معانا كام نسخه مسكران؟ 1 2 3 4 5 6، معانا 6. فاضل لنا يا جدعان 3 تمام، فاضل لنا 3 مسكرانه ونقدر نطور لاعب تدريب على الاخر. متخلخل انت، متخلخل معايا؟ مالديني مثلا، بس احنا عايزين لاعب يا جدعان يكون بيتطور للاخر. هالاند، هلودا، لا امبابي، لا ايديكسون، لا دي بروكس، لا. طب ايه؟ طيب ايه؟ طيب طب يا جدعان نعمل ايه في المصيبه دي؟ تاني نجمع البتاع ده، ماشي. اوبا ده البتاع نزل تاني، ايه ده؟ ماسكرانو ينفع اجيب نسخة ماسكرانو؟ اكمل 30 بعثة ابطال، ايه بعثة الابطال دي؟ هي ايه دي؟ ندخل على الحدث ونشوف، مش هيدخلنا على الحدث، نسيت، اتغبيت والله العظيم. لا الحمد لله دخل، ايه بعثة بقى الابطال بقى دي؟ هي دي؟ هي دي؟ اعتقد هي دي البعثة يا جدعان، اعتقد. يا عم ثانية يا عم، 18 ابطال الابطال، ايه ده؟ ده هي فعلا من هنا، يا لهوي. يعني انا كان زماني كسبان نسخة ماسكرانو من هنا ونسختين ماسكرانو من هنا. انا حزين يا جدعان، انا زعلت والله العظيم زعلت، يعني انا طلعت ما بعملش اهم حاجه في الحدث والله العظيم. يلا يا جدعان بما اني زعلان نفتح باكات بقى، بما اني زعلان نفتح باكات، هي دي اللي بتروق الدم يا جدعان. 83 ده شكلها ما بتروقش الدم، ده شكلها هتعصبنا اكتر. يلا ماشي ماشي عادي عادي عادي، يا رب وكوي تاني برضو، تاني برضو، تاني برضو، يعني انتوا برضو قاصدين تعصبونا. ماشي ما علينا، هو حدث الدوري الامريكي هو يا جدعان اللي بيحتوينا والله العظيم. انا عايز اقول لك ان طنط ندى كسبت لعب فيف، كسبت لعبه يا جدعان منين؟ انا ناسي والله. مستر 95 سي بي، اني قادم اليك، قادم اليك يا حبيب قلب اخوك. يا جدعان طنط ندى كسبت يا جدعان لعب ب 50 مليون، قلت لها منين؟ ما رضيتش تقول لي، حسان انه سر. احصل على على 5 حزمه ام ال اس الاساسيه، هي ايه دي طيب؟ اكمل كل تحديات، هي ايه دي الحزمه الخمس ام ال اس اساسيه؟ طب انت طيب كسبت اللعب منين طيب؟
يا جدعان والله كذب كذبه لاعب كذبه لاعب 95 من ايه ما مش من هنا قلت انت فتحت الباكه دي قالت لا ولا كنتش هي فتحت الباكه دي وبتشتغلني ممكن والله مش بعيد تعال نجرب كده اهو شوف اتفرجت مش هنا مش هنا يا جدعان تعال نشوف بقى ايه ايه بقى الحزمه 5 ام ال اس الحقيقيه دي ولا الاساسيه دي عشان احنا لازم نخلصها يا جدعان ايه ده عايزين ناخد يا جدعان نسخه ماسكرانو ولاعب 92 97 ولاعب 90 من 97 منين بقى ايه ده زادت ازاي فل قوي طلعت هي يا جدعان اللي في اول الحدث الباكا هي اللي في الاول الحدث تمام كده عرفنا نقطه هات لي بس ايه 50 جواره كل ده واستشكوف لسه ما جاش يا جدعان والله العظيم وده واستشكوف لسه ما جاش احنا هنعمل قلبان دودك نسخه دودك خلصانه يا دودك خلصانه يا دودك خلصانه صونا حبيب البخو الجاب استشكوف ما تجابش استشكوف ما تجابش يا جدعان استشكوف ما تجابش تمام تعال نخش على الحدث نروح لنستا احنا وعدنا نستا ان احنا جايين له تعالى نستا هات لي 300 جوهره محتاجين ال 300 جوهره في حوار دلوقتي علشان باذن الله لاعب 97 الحين والله لاعب 97 واتفرج اتفرج اتفرج ودي يا عم 97 استشكوف 97 استشكوف يا جدعان اتفرج بقى 97 لا هالاند سي ام اوديجارد اوديجارد بقى اوفر 90 والله اوديجارد بقى اوفر 90 يا جدعان طب ثانيه كده اوديجارد يا جدعان دلوقتي حاليا ينفع يتطور فين اوديجارد ينفع يتطور يا جدعان بنسخ دودك ولا كده التصنيف ما تقولش ماسكران يا جدعان كان اقل من 90 كان اقل من 90 يا ريتني كنت لحقته وطورته كان اقل من 90 والله العظيم تعالوا كده يا جدعان نشوف لعيبة 89 98 89 89 تمام نشوف يا جدعان لعيبة 89 هل لو احنا ضربناها بنسخ دودك هتعمل قلق مثلا معانا الواد ابو حميد تمام لو طورناها لا خطة فاشلة الجابر خطة افشل مين طيب باكو فاشلة برضو يعني كل ده على 7 مليون بروزوفيتش اعتقد النصروية لا كاسياس فاشلة كامبوس فاشلة مين يا جدعان اللاعب اللي احنا نكسب فيه جامد بقول لكم ايه هما حراس المرمى المركز جي كي اعتقد في فاندر سار صح ايوه كده ايوه كده لا فاشلة برضو هنكسب كام مليون يا نهار ابيض فاشلة فاشلة أليسون فاشلة فاشلة ترشتكن البرشلونيين فاشلة طب مين يا جدعان مفيش غير فاندر سار وفاندر سار مش هيتباع لو انا عرضته ب 25 مش هيتباع والله طب احنا ممكن نعمل حاجة ممكن نجيب برضه مش ماشي مش هيتباع يا جدعان خطة فاشلة والله العظيم للأسف وهي مش هتنجح كده بالوضع ده 217 وبالمناسبة ايه طالما بما اننا هنشتري خلاص استشكوف نعرض مبابي للبيع لان انا مش شايف ان هو لازمته حاجة في التيم دلوقتي حط يا عم انزل يا عم انزل يا عم بين اوفر 99 تخيل والله العظيم اوفر 99 من 102 لاوفر 99 بس عادي فين مبابي تعالى يا مبابي روح يا مبابي روح يا مبابي امبابي ينتقل امبابي ينتقل الى نادي اخر ولاعب اخر
وياتي مكانه استشكوف اوفر 102. وخدوا بالكم يا جدعان، احنا هنشتري ب 217 بنبيع ب 220، يعني فلوسنا راجعه لنا. فاحنا ما يعتبر كده هنقدر نشتري لاعب كمان، فاحنا نقدر نشتري يا السي بي يا الار دبليو حمى صلاح يا اما السي ام. اختار لي مركز من الثلاثه حبيب قلب اخوك، سي بي سي ام ار دبليو، وان شاء الله هنجيبه بكره باذن الله، على الاقل يكون استشكوف الجاب حبيب قلب اخوك. فانا مش هقول لك مع السلامه، لان انت كده شفنا بكره باذن الله. بيس.